أبطال مصر بيواصلوا منافساتهم في دورة الألعاب البارالمبية والمقامة حالياً في باريس 2024، وده لليوم الرابع على التوالي في الدورة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن أحداث ونتائج بعثتنا المصرية وبعثتنا العربية كمان امبارح في البطولة. تفاصيل هنعرفها من الأستاذة دينا نبيل المحللة والناقدة الرياضية. صباح الخير يا أستاذة دينا. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة مشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. يعني هنبدأ كده الأول بخسارة لاعبين منتخبنا للبارا تنس الطاولة امبارح، ازاي في منافسات في الفردي شفتي خسارة هناء حماد وفوزية الشامي وهاجر الدسوقي وخالد رمضان ومنى عبد الخالق؟ يمكن خليني أقول لك إنه دايما رياضة تنس الطاولة في البارالمبيات احنا مش بنبقى متوقعين منهم أو مش بيبقى سقف طموحاتنا عالي قوي، لأنه بنبقى عارفين احنا فين مستوانا من اللعبة دي، لأنه دايما احنا مصر بتبقى متألقة أكتر في ألعاب مثلا زي رفع الأثقال مثلا لسه ما بدأتش، أو ألعاب القوة مثلا، فكان النتائج حتى الآن متوقعة فكرة يعني نتائجنا في تنس الطاولة. لكن اللي عاوز أقوله إنه بالتأكيد هي خبرة كبيرة للاعبينا، يعني إن هم يشاركوا في محفل زي بارالمبياد باريس، لكن زي ما قلت لك النتائج احنا زي مثلا زي الاولمبياد بيبقى في العاب عارفين ان احنا مش هنروح بعيد فيها قوي. أيوة. او ان احنا مش هنعرف ان احنا نتقدم في المنافسات، ولكن اللعيبه بيروحوا بس لاكتساب الخبرات، يعني بيبقى يعني ولا وبالتاكيد طبعا بيبقى اي لاعب وجوده في الحدث ده بيبقى شرف كبير جدا ليه ولبلده، يعني فكره انت متواجد في الـ في الـ في 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 يعني مكان زي باريس او بارالمبيات تكتب في تاريخك بالتاكيد. بس احنا كناس متابعه جيده او مقربين من اللاعبين بنبقى عارفين ان اللعبه دي احنا شويه بعاد فيها، او عارفين اللاعبات اللي احنا اكتر المفروض ان احنا هنحقق فيها ارقام كويسه او ميداليات، زي ما قلت لعبه رفع الاثقال اللي لسه المفروض هتنطلق بالمناسبه يوم 4 من سبتمبر وبتستمر حتى اليوم الختامي يوم 8 من سبتمبر، واحنا بالمناسبه مشاركين فيها ب 13 لاعب ولاعبه على افضل مستوى الحقيقه، ونتمنى لهم طبعا التوفيق في المنافسات. طيب كلمينا عن تحقيق علي الزيني ومروه عبد العال المركز الرابع في منافسات نهائي الزوجي والمختلط للتجديف في بارالمبياد باريس 2024. يمكن امبارح دي كانت انا بعتبرها مشاركه تاريخيه بالتاكيد لمنتخب التجديف اللي هو لاول مره بيكون متواجد في تاريخنا في البارالمبيات، لاول مره بنشوف منتخب تجديف بارالمبي بيكون موجود في دوره العاب بارالمبيه. علي الزيني ومروه عبد العال بالتاكيد كان ادائهم يعني في فكره ان هو لاول مره بيشاركوا بالتاكيد اداء يشرف، خصوصا ان هم في الترتيب العام جابوا مركز عاشر، ويمكن طبعا انت بتنافسي دول زي تايلاند وامريكا والمكسيك والهند، دول مخضرمه جدا في اللعبه ودول متقدمه جدا وعندها خبره كبيره جدا في اللعبه، يمكن احرازهم المركز الرابع في فاينل بي وبالترتيب العام مركز عاشر ده خطوه مهمه جدا ان احنا نكون متواجدين على خريطه التجديف البارالمبي العالمي في المستقبل. خليني اقول كمان انه مروه اصلا وعلي الزيني هم ابطال افريقيا 2023، البطوله طبعا اللي اقيمت بتونس في السنه الماضيه، ونتوقع لهم ان شاء الله باذن الله ان هو يعني المزيد من النجاحات والسيطره الافريقيه في السنوات المقبله. طيب كمان امبارح منتخب مصر لكره الهدف خسر من اليابان في ختام دور المجموعات ويتأهلوا لربع النهائي، شفتي المباراة ازاي وهل منتخبنا المصري قادر على الفوز في ربع النهائي النهارده؟ يمكن منتخبنا لكرة الهدف كان للأسف حظ وحش شوية ان هو محطوط مع مجموعة يعني ضرب نار زي ما احنا بنقول كده، يعني الصين وأوكرانيا واليابان، الصين هي مركز ثاني في أولمبياد في بارالمبياد طوكيو، وكذلك أوكرانيا هي مركز ثالث في طوكيو وبطلة أوروبا، فمجموعتنا شوية كانت يعني ما ساعدتناش للأسف. لكن النهاردة طبعا يمكن هو دور المجموعات، خلينا نقول للناس نوضح لهم أكتر إن دور المجموعات ده بيبقى دور ترتيب، يعني رغم خسارة طبعا منتخبنا في الثلاث مواجهات أمام اليابان وأوكرانيا والصين في دور المجموعات، لكن منتخبنا هيكون متواجد في منافسات ربع النهائي اللي هو هيقام طبعا النهاردة، والمنتخب عنده مواجهة قوية جدا جدا أمام منتخب البرازيل، ويعني البرازيل هي
متصدر المجموعه الثانيه، يعني طبعا انت احتليت المركز الرابع في مجموعتك فبتقابل متصدر المجموعه الثانيه. فمصر هيبقى عندها مواجهه قويه جدا امام البرازيل النهارده. خلينا نقول طبعا للناس ان هي مواجهه صعبه جدا، خصوصا ان انت يعني مركز رابع، لكن بالتاكيد يعني المنتخب ده تحديدا منتخب كل عناصره شباب، عندهم في حدود 21 سنه. يعني حتى كان كلام المدرب قبل البطوله وقبل البارالمبياد ان احنا بنعدهم للوس انجلوس 2028، لان هم رغم الاعداد القوي جدا والمعسكرات اللي خاضوها وتتويجهم طبعا ببطوله افريقيا 2023، لكن هم يظلوا ان هم بيتم اعدادهم للوس انجلوس، لان زي ما قلت هم يعني خبره دوليه مش زي المنتخبات اللي معانا في المجموعه. فطبعا نتمنى لهم بالتوفيق، لكن مباراه النهارده بالتاكيد لو هنتكلم عنها مباراه صعبه جدا جدا امام البرازيل اكيد. طيب شفت ازاي تحقيق كريم رمضان للمركز السابع في نهائي ال 100 متر عدو؟ يمكن كريم رمضان، خلينا نقول للناس ان هو صاحب فضيه بطوله العالم لألعاب القوى في 2019. كريم رمضان يمكن انا كنت اتوقع له ان هو طبعا نتيجه احسن في منافسات امبارح، لكن يعني معلش ان شاء الله يعني يبقى الجاي افضل، خصوصا ان هو يعني نتائجه في بطوله العالم كانت جايب فضيه ومركز ثاني، فكنا نتوقع ان هو يحقق انجاز او مركز افضل من المركز السابع في منافسات امبارح، لكن يعني بالتاكيد نتمنى له التوفيق هو وباقي زمايله في رياضات العاب القوى اللي بالمناسبه بشوفها منجز للميداليات، لان التخصصات متعدده جدا، ويعني ان شاء الله بالتوفيق ليه في الجاي. على العموم بنشكر حضرتك المحللة والناقدة الرياضية دينا نبيل، شكرا جزيلا على تحليلك لكل هذه المباريات. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل فقرة صباح الخير يا مصر.